السلام عليكم. هنبدأ نحل الأسئلة المقلية. الأسئلة المقلية كانوا سؤالين، سؤال الأري ليست كان مشترك بين كل النماذج، والسؤال التاني كان مختلف من نموذج للتاني. هنشوف أول سؤال اللي هو الأري ليست. بيقول لك write the following method that returns the maximum value in an array list of integers. يعني بيقول لك عندي array list فيها مجموعة من الانتجرز، مجموعة أرقام انتجرز، وعايز أرجع الماكسيموم فاليو جواها. بيقول لك the method return null if the list is null or the list size is zero. يعني بيقول لك لو الليست بتاعتي هي null أصلا، لو null أو حجمها بصفر يعني ما فيهاش أي عناصر، بترجع لي null. طيب هو ايه الفرق بين ان اللينس تبقى نل وان حجمها يبقى صفر؟ الليست معناها نل. نل يعني انا لسه ما عملتش اوبجكت. لما كنت بعمل array list كنت باجي هنا كده وكنت بقول له array list of مثلا integers، اقول له integer واسميها مثلا list، وكنت بقول له يساوي new array list وكده، كنت بقول له بالطريقه دي. لو انا ما كتبتش الكلام ده اللي هي بيساوي نيو، فكده الليست بتاعتي نل. انا كده عملت اوبجكت، عملت اوبجكت لكن ما بيشاورش على حاجه في الذاكره، فهو بيشاور على نل. لكن السايز بتاعها زيرو، معنى كده ان انا قلت له هي بتساوي نيو اري ليست، يعني انا عملت الاوبجكت لكن ما حطيتش فيها اي عناصر. فده الفرق بين ان هي نل وان هي تبقى بزيرو. طيب بيقول لك استخدم اللي هو الكلام ده، يعني public static integer max array list of integer، يعني لازم ده اللي هو يعني السطر التعريف بتاع الميثود بتاعتك. طيب وبعدين بيقول لك write a test program that prompts the user، يعني test program هيستقبل ارقام من اليوزر ويقول له مين الماكسيموم فيه. تعالوا نشوف اول جزء، يعني نفكر في اول جزء اللي هو ازاي اعمل ميثود بتشوف لي اقصى قيمه او اكبر قيمه في الاري ليست بتاعتي. لو انا عندي مجموعه ارقام وعايز اشوف اكبر قيمه فيهم، انا هعمل ايه؟ انا كانسان يعني في الحاجات دي فكر في الكود كخطوات، فكر في المشكله كخطوات مش ككود. يعني ما تشغلش بالك انا هكتب ايه او هعرف فاريبل ايه او الكلام ده، لا انت فكر في خطوات. لو انا عندي مجموعه ارقام مثلا 5 9 1 6 2 وعايز اشوف اكبر قيمه فيهم، انا هعمل ايه؟ انا في الطبيعي او انا كانسان هفترض ان اول واحد ده هو اكبر قيمه عندي. جميل، يعني اول خطوه اعملها هقول له اسيوم ان الماكس بتاعي بيساوي الفيرست نمبر اللي هو اول رقم عندي هو الماكسيم. يبقى كده فاضل ان انا اشوف هل الفرض بتاعي ده صح ولا لا. عشان اشوف الفرض بتاعي صح ولا لا، المفروض ان انا همشي على كل الارقام وقارن الرقم بالماكس. يعني مثلا 5 انا افترضت ان ده الماكس، اشوف بقى 9، هل 9 اكبر من 5؟ اه 9 اكبر من 5، يبقى الماكس دلوقتي هو 9. وبعدين اشوف الواحد، هل الواحد اكبر من الماكسيمم اللي معايا؟ لو اكبر منه خلاص هاخد ده هو اللي معايا. يبقى انا بعمل لوب على الارقام، يبقى لوب على النمبرز. وبعدين بشوف لو الكرنت نمبر الرقم اللي انا واقف عليه دلوقتي اكبر من الماكسيمم اللي انا حافظه في دماغي، هحفظ الماكسيمم في دماغي. يبقى اقول له اف الكرنت اكبر من الماكس، خلي لي ان الماكس بيساوي الكرنت، يعني احفظ لي الكرنت بتاعي في دماغي. جميل. وفي الاخر في اخر اللوب هيبقى معايا الماكسيمم بتاعي. جميل. ناخد بقى الخطوات دي ونترجمها لكود. اول حاجه انا عندي الليسته بتاعتي اللي هي فيها مجموعه ارقام. اول حاجه اسيوم ماكس بيساوي فيرست نمبر، يعني هعرف فاريبل هسميه مثلا ماكس او ام واحط فيه القيمه بتاعت اول رقم، لان انا هفترض ان ده الماكسيمم بتاعي. جميل. يبقى احفظ حاجه، يبقى انا اعرف فاريبل، والفاريبل من نوع انتجر لان انا شغال على حاجات انتجر وبكتب انتجر كابيتال مش انت اللي هي اي ان تي، يعني انتجر كامله. الفرق بين انتجر وانت، الانتجر دي اوبجكت لكن انت هي قيمه. فانا اقول له انتجر مثلا ام بيساوي، انا عايز اجيب اول رقم في الليست،
فعشان اجيب اول رقم في الليست بقول له ليست دوت جيت الزيرو، اللي هو اول رقم. يعني عندنا ميثود اسمها جيت جوه الاري ليست بتجيب لي الرقم اللي او العنصر اللي موجود في اندكس معين، فانا عايز اول واحد فالاندكس بتاعه زيرو. طب جميل. بعدين هعمل لوب، يبقى هعمل فور. فور ايه؟ هقول له فور مثلا انت الاي بيساوي واحد، هبدأ من تاني رقم. خلاص انا اول رقم يعني مش محتاج اقارنه، هبدأ من تاني رقم، فالبداية بتاعتي واحد لحد السايز بتاع الليست، له ليست دوت سايز والاي بلس بلس. جميل. هعمل ايه جوه اللوب بتاعتي؟ هقارن الرقم اللي انا واقف عليه دلوقتي بالماكسيمم بتاعي او بالماكسيمم اللي معايا، فاقول له اف لو كان الليست دوت جيت الاي اكبر من الام اللي هو الماكسيمم بتاعي، هعمل ايه؟ اقول له خلي لي الام بيساوي ليست دوت جيت للاي، لو كان هو اكبر منه خلاص هحفظه في دماغي، فيبقى ده الماكسيمم اللي موجود معايا. وفي الاخر وبره اللوب هقول له اعمل لي ريتيرن للام. خلاص انا كده عرفت الماكسيمم بتاعي فين، خلاص اللوب خلصت فانا عرفت الماكسيمم. طيب ظهر لي هنا ايرور بيقول لك ايه؟ incompatible type int can't be converted to boolean. انا هنا نسيت اقول له ان الاي اقل من الليست دوت سايز، كنت ناسي اقول له الاي اقل من الليست دوت سايز. ففي الاخر كده انا خلاص بقى معايا الرقم الماكسيمم. طب جميل. في بقى خطوه اللي هي احنا نسيناها، اللي هي بيقول لك the method return null if the list is null or the list size is zero. يعني بيقول لك لو الليست بنل او السايز بتاعها بصفر المفروض تعمل return null. فالمفروض ان انا هقول له هنا كده قبل ما اعمل الكلام ده كله، يعني قبل ما اروح اجيب الرقم الماكسيمم اتاكد الاول ان انا عندي ليست اصلا، فاقول له هنا اف الليست بتساوي النل، بكتب نل عادي، او اور الليست دوت سايز بيساوي صفر. لو في حاجه من الكلام ده اعمل لي ريتيرن للنال. وهو كده لو لقى الشرط ده اتحقق هيعمل ريتيرن والميثود تقف، يعني مش هيخش على الكلام ده، مش محتاج يعني ان انا اكتب else. ممكن تقول له else اعمل الكلام ده، لكن هي هنا نفس الموضوع. طب ملحوظه بس بخصوص الكلام ده اللي هي الليست بتساوي نال او الليست دوت سايز بيساوي صفر، الترتيب في الحاجات دي مهم قوي. ليه مهم؟ احنا عارفين ان الاور بتقف اول ما تلاقي ترو، فهنا لو انا قلت له الليست بتساوي نل فكده لو هي بنل هيروح خلاص هي كده مش هيشوف لي الليست دوت سايز، يعني مش هيشوف ليست دوت سايز، فلو انا عندي نل مش هيبقى فيه مشكله. لكن لو انا قلت له في الاول ان الليست دوت سايز هي اللي بتساوي صفر، قلت له الليست دوت سايز بتساوي صفر اور الليست بتساوي نل، فكده في مشكله، لان لو الليست بتاعتي اصلا مش اوبجكت، يعني لو الليست لسه اصلا ما عملتش ليست، ما بعتلوش حاجه، لسه ما عملتش اوبجكت جديد، فكده ما فيش اصلا ميثود اسمها سايز، فيظهر لي ران تايم ايرور ويقول لك انا ما عنديش ميثود اسمها سايز، يعني انا القيمه بتاعتي دي نل، قيمه الليست نل، فلازم الاول اتاكد ان الليست ما بتساويش نل قبل ما اروح اشوف السايز بتاعها. دي كده الميثود اللي هتقول لي القيمة الماكسيمم. تاني جزء من السؤال بيقول لك رايت ا تيست بروجرام ذات برومبتس ذا يوزر تو انتر ا سيكونس اوف نمبر انجس ويز زيرو. يعني بيقول لك اليوزر هيكتب مجموعة من الأرقام بتنتهي بصفر، يعني لو اليوزر كتب صفر خلاص وقف، يعني ايه؟ وقف استقبال الأرقام. يبقى أنا هقعد أستقبل من اليوزر طول ما هو ما كتبش صفر. هقعد أستقبل من اليوزر، فمعنى كده إن أنا هستخدم لوب. طيب اللوب دي هل انا عارف عدد مراتها؟ لا مش عارف، هي مرتبطه بشرط معين، فانا استخدم وايل او دو وايل. طب جميل، انا هستخدم وايل. فالاول لازم استقبل قيمه من اليوزر واشوف لو القيمه دي بصفر وقف البرنامج، لو هي مش بصفر ضيف لي في الاري، في الاري ليست بتاعتي واستقبل قيمه جديده. فالاول هعرف فاريبل نوع مثلا انتجر
عشان انا بتعامل مع حاجات انتجر. هقول له انتجر ان بيساوي input dot next int، فانا كده بستقبل قيمه من اليوزر وبعدين اشوف لو القيمه دي بصفر خلاص وقف، لو هي مش بصفر ضيفها لي في الاري ليست واستقبل قيمه جديده، وهفضل اكرر طول ما القيمه دي مش بصفر. فانا اقول له while الان لا تساوي صفر، طول ما الان مش بصفر اعمل ايه؟ ضيفها لي في الاري. فهقول له list dot add للان، وبعدين هقول له الان بيساوي input dot next int، يعني استقبل لي قيمه جديده. فهو كده او هيستقبل قيمه، لو هي مش بصفر هيروح يضيفها ويستقبل واحده جديده، لو الجديده دي مش بصفر يضيفها ويستقبل واحده جديده، وهكذا. طيب جميل. بعدين بعد ما اخلص اللوب هعمل ايه؟ بيقول لك هنا and invoke the method to return the largest number in the input، يعني هعمل invoke للميثود وترجع لي اللي هي اكبر رقم. فانا هقول له system dot out dot print لين مثلا هنا كده the max بيساوي، واعمل انفوك للميثود بتاعتي هقول له max وادي لها الليست بتاعتي اللي هي list. فكده هو هيعمل انفوك للميثود، هيستدعي الميثود ويجيب لي الناتج ويحطه لي يعني مع السترنج ده. هشغل واشوف هل الكلام اللي انا كاتبه ده شغال ولا لا. هو مستني مني الانبوت، لو قلت له واحد بيجيب انبوت جديد، اتنين ستة، لو قلت له صفر هيقول لك ذا ماكس بيساوي ستة، يعني خلاص انت طالما كتبت صفر فهو وقف ورجع لي القيمة الماكسيمم بتاعتي. يبقى كده الكود بتاعنا شغال زي الفل. السؤال اللي بعد كده سؤال الكلاس، بيديك توصيف الكلاس وانت بتكتب الكود بتاعه وبترسم اليو ام ال، يعني ده السؤال مجرد ترجمة، انت بتمشي مع المواصفات اللي هو اديها لك وبتعملها. طيب اول حاجة عندنا هنعمل اليو ام ال، بيقول لك امشي سطر سطر مع التوصيف بتاعه. اول حاجة بيقول لك برايفت داتا فيلد، هو السؤال هنا بيقول لك ديزاين ا كلاس نيمد لينير ايكويشن فور 2 في 2 سيستم اوف لينير ايكويشنز، يعني بيقول لك كلاس اسمه لينير ايكويشن، يعني بيحل معادلات 2 في 2 ومديك المعادلتين والحل بتاعهم القانون اللي بتحسب منه قيمة الاكس وقيمة الواي. جميل. اول حاجة بيقول لك برايفت داتا فيلدز A و B و C و D و E و F. فانا هاجي في اليو ام ال عندي هنا اول حاجة اسم الكلاس وبعدين الداتا فيلد اللي قال لي عليها الايه، طبعا هنا ما محددليش نوع، فانا افترضت ان هي دبل، يعني دبل اشمل حاجه، فافترض يعني اي نوع، انا اشتغلت ان هي دبل، فهفضل شغال طول البرنامج على ان هي دبل او ان انا بتعامل مع قيم دبل. لو انت افترضت انت هتشتغل مع كل البرنامج على انها انت. برايفت داتا فيلد، خلاص كتبت البرايفت داتا فيلد، طبعا علامه السالب معناها ان هي برايفت، وبعدين بكتب اسم الداتا فيلد بتاعتي وبعدين نقطتين والنوع بتاعها، انا قلت له ان نوعها دبل، كتبت السته داتا فيلد اللي قال لي عليهم. بعد كده اكونستراكتور ويز ارجيومنتس فور اي وبي وسي ودي واي واف، بيقول لك كونستراكتور هياخد ارجيومنتس للقيم بتاعه الاي والبي والسي وهكذا. فانا عملت كونستراكتور، زي ما احنا عارفين الكونستراكتور بيبقى اسمه زي اسم الكلاس، فاخدت اسم الكلاس وقلت له ان دي عباره عن ميثود وبتاخد ستة باراميترز او ستة ارجيومنتس وما بترجعش حاجة. بعد كده 6 جيتر ميثودز فور اي بي سي دي اي اف، يعني جيتر اند سيتر. فانا هنا عملت الميثود اللي هي الجيتر، فقلت له مثلا عندي بابليك ميثود اسمها جيت اي ما بتاخدش حاجة وبترجع له قيمة دبل، وعندي الست ايه بتاخد قيمة الايه وبترجع void، يعني ما بترجعش اي حاجة. هو هنا في السؤال قال لي عايز جيتر بس، فانا مش لازم اكتب اللي هي الميثودز اللي هي بتاع ست ايه وست بي وست سي وهكذا، هكتب بس اكتفي باللي هي بالجيت. طيب جميل. بعد كده بيقول لك a method named is
solvable. يعني ميثود اسمها is solvable that returns true if a if d ناقص b في c isn't zero. يعني بقول لك ميثود اسمها is solvable بتعمل return لترو، طبعا هي ترو او فولس، فتعمل ريتيرن القيمه بوليان، وبيقول لك اف يعني دي الحاله اللي هترجع فيها ترو والحاله اللي هترجع فيها فولس. فانا هنا عملت ميثود اسمها از سولفابل ما بتاخدش اي حاجه وبترجع قيمه بوليان. اخر حاجه عندي ميثودز جيت اكس اند جيت واي ذات ريتيرن ذا سوليوشن، اللي هي بترجع الحل. طبعا الحل بحسبه من المعادلات دي اللي هي الاكس ومعادله الواي اللي هو مديها لي. فانا عملت ميثود اللي هي جيت اكس وبترجع دبل، وميثود جيت واي وبترجع برضو دبل. ده كده اليو ام ال بتاعي. اجي بقى بعدين اخد اليو ام ال ده واحوله لكود. عندنا اول حاجه كلاس اسمه لينير ايكويشن، عملت جواه برايفت دبل اللي هي الداتا فيلدز بتاعتي A و B و C و D و E و F. وبعدين عملت كونستراكتد ميثود عاديه جدا يعني ما فيهاش اي مشكله. قلت له بتاخد دبل A ودبل B ودبل C لحد دبل F وزيس دوت A، عشان زيس بتشاور على الA اللي موجوده جوه الكلاس نفسه، لكن لو كتبت له A بس فهو كده هيعتبر الA اللي انا ممررها كارجيومنت للميثود بتاعتي. وعملت الجيت A والست A. الجيت ايه دبل ما بترجع دبل ما بتاخدش اي باراميترز اللي هي بتعمل ريتيرن للايه، لكن السيت ايه فويد بترجع فويد يعني ما بترجعش حاجه، وبتاخد باراميتر اللي هو دبل وانا سميته ايه وقلت له الزيز دوت ايه بتساوي الايه، وهكذا مع الجيت بي والسيت بي. طبعا هو طالب جيتر بس فمش لازم اعمل السيت. بعدين عندي الميثود اللي بعد كده اللي هي از سولفابل، هو بيقول لك ان الاس سولفابل هترجع ترو لو الكلام ده ما بيساويش بصفر. فانا ممكن اجي اقول له اف الكلام ده لا يساوي صفر اعمل لي ريتيرن لترو، الس اعمل لي ريتيرن لفولس، او ممكن اعمل ريتيرن للكلام ده على طول. يعني هي نفس السؤال اللي كان موجود في الام سي كيو، ان انا خدت الناتج بتاع العمليه دي عمليه المقارنه سواء كان ترو او فولس وحطيته في فاريبل، انا هنا خدت الناتج وعملت له ريتيرن على طول. بعد كده ميثود جيت اكس بتعمل ريتيرن للقيمه دي، يعني ده القانون اللي بحسب منه الاكس، ده عندي البسط وده المقام. وطبعا ما انساش ان انا احط البسط في قوسين والمقام في قوسين عشان اتاكد ان البسط هيتنفذ الاول، لكن انا لو عملت له كده فهو هينفذ لي البي في الاف ويقسمها على الاي عشان ترتيب العمليات الحسابيه، فلازم اتاكد من ان انا احط القوسين. وبرضه جيت واي نفس الموضوع. كده انا خلصت اللي هي الدرو يو ام ال فور ذا كلاس اند زين امبلمنت ذا كلاس. امبلمنت يعني اكتب الكود بتاعه. بعد كده بيقول لك رايت اتست بروجرام ذات برومبت ذا يوزر تو انتر اي وبي وسي ودي اند ديسبلاي ذا ريزلت. وبيقول لك اف الاي في البي ناقص البي في سي از زيرو، يعني ريبورت ذات ذا ايكويشن هاز نو سوليوشن، يعني الايكويشن اصلا نفسها يعني ما اقدرش احلها. فانا هنا عملت برنامج عادي جدا، جبت سكانر واستقبلت الست قيم من اليوزر وعملت اوبجكت. لما كنت بعمل اوبجكت بقول اسم الكلاس وبعدين اسم الاوبجكت وبيساوي نيو واسم الكلاس. وطبعا عشان انا عندي هنا الكونستراكتور بياخد ست ارجيومنتس لازم اديله القيم بتاعتي اللي هي الست ارجيومنتس او الست قيم اللي انا استقبلتها من اليوزر. بعدين بروح بقول له اف اي كيو دوت از سولفابل، يعني بقول لو ليها حل، او هنا المفروض نوت، يعني هنا نوت لو هي ملهاش حل، يعني نوت سولفابل لو المعادله ملهاش حل. انا هنا استخدمت الميثود اللي هي از سولفابل عشان اجيب القيمه دي قيمه الاف بي واشوف هي بتساوي صفر ولا لا. كان ممكن انا احسبها من هنا، كان ممكن اقول له هنا كده بدل اي كيو دوت از سولفابل اقول له اف الاي في البي في مش عارف ايه لو هو بيساوي صفر، فكده معناه ان هي مش سولفابل غير كده يعني هي سولفابل. لكن انا هنا استخدمت الميثود على طول، فهنا المفروض از سولفابل بترجع له ترو لو ليها حل. انا عايز بقى لو هي ملهاش حل فاخد القيمه دي وانفيها.
لو هي رجعت لي فورس فمعنى كده ان هي ملهاش حل، فانفيها فتبقى ترو فيدخل لي جوه الشرط فيطبع لي ان هي الميثود ملهاش اي حل او الايكويشن ملهاش حل. else بطبع له الاكس بتساوي وبجيب قيمه الاكس، والواي بتساوي وبجيب قيمه الواي. ده كده السؤال بتاع الكلاس، هو مجرد ترجمه يعني ما فيهوش تفكير كتير زي السؤال بتاع الاريلي.